من الاخر هو هذا القرار ديال القانون طال سطوط ما عندناش معاه من الاخر الطبيعه العنصريه والتعنصر والضرب الجرح وقاتل العام العنصريه الحكاش حكوا على شي بلا المتابعه ولا حكار ولا القرار انتم عارفين السلاوين شنو درنا عليهم عارفين سيدي موسى تعقدوا سيدي ولاد سيدي موسى تعدى علينا تعدينا عليهم بالتخصاع حواقت حواهم براس علينا وتعدوا على العناصر ماشي على الدراوش ولا الدور الحاجه ولا الدور الحاجه ولا التقدم ويتقنعهم وين المتعدين وشرينا فين في الحومه حكم منصور الدوار دوار الكوره وين الزوان هذوك كلهم بيتقنعوا أنا ما على ود خواتاتكم سيام وإيمان حيت مصاحبين مع خويا كريم وهشام حاولين لكم خواتاتكم وكل مشروع كامل عارف هذا الشيء بلا ما تبقاو تجيو تزيدوا شي هضره وانتم ضحايا خارجين وشوف اي ولد لقى حبيب بغا بغاني انا تعبر راسي انا وياه وما يفكش واحد بيني وبينه ويز السلاح ويز السلاح الضرب ديال الموش ها هو شي شي ما بلا ما كنقول لك نقول انا بلاصات اسمع ود خناتها اللي تتقول غنقبط مرض الشينوي ولا ولاد الشينوي غنضربهم مو كنخطفها لك من ديك الباطيمات ديال التماره وهاد القحبه ياك تسكن حدا يوسف باسي ويا رب كنت مو كنخطفها لك في هاد الليل دابا انا شوف 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 اللي بغانا حنا في المشروع عارفين مرحبا من الاخر من هذا خو ادريس صغير هو يا رب بغيت نقتلو شي واحد يقيس هذا غنقتلو شي واحد يقيس ولاد شافيه هاي هي سميتها ام الشيعه هي شافيه هو رب تنبيع عليهم الدوج ديور انا والله يا امو تمشي على رب ونهار عقلي هذا لي خويا هذا راه ماشي صاحبي خويا الله يعطيني في طريق الموت شنو درنا له في حياتنا كاين الاختصابات ودخلنا في الاختصار والضرب ويا في الموفي الموفي شيرو بلاص باش نفهم هذا خويا ودحومش اللي شد عليه واللي دار معاه العيب داروا معايا انا والموفي الفري هذا هو المونتيجي وخويا الفري اللي دار معاه العيب داروا معايا واللي دار معايا العيب داروا معاه ومن الاخر حنا مستعدين انا مستعد انا رضوان هو هو رضوان بوصبه اللي مش عارفوش ولا هو هادشينو هادشينو اللي كانوا قاعدين بالحبس ومع الدين عليكم وشي يعويوكم وشي يخسروكم وشي يعدوا عليكم وشي يديروا لكم الصحاب مستعدين اي مجرم من الاخر تفوا على امكم مرحبا كاع يا تهور